بسم الله الرحمن الرحيم. قصي عامر من موسيقيات حمل الشهادات العليا. رمضان مبارك عليكم وللحضور وكل عليك. الشعب العراقي مرحبتين. حقيقة أنا أريد بعض المساحة من الوقت لأن كل البلدان بكل العالم تفتخر بعلمائها وبحملة الشهادات بصورة خاصة. بكل المشاكل بالعالم اللي يحلوهم العلماء عن طريق البحث العلمي إلا بالعراق حملة الشهادات العليا من يوم 9/2 إلى هذا اليوم نايمين بالشارع ويتعرضون للإهانة والضرب من قبل القوات الحكومية سواء كانوا حفظ القانون أو أمن الملاعب أو غيرهم من التشكيلات وزارة الداخلية ووزارة الداخلية. احنا نتيجة هذا الضغط اللي صار شباب حملة الشهادات إذا تسمحون. أنت غالق الصوت من يمك ما دا أسمعك. ما أنا ما دا أسمع. يلا كمل لي. نتيجة هذا الضغط لحملة الشهادات العليا والظلم اللي تعرضوا له من سنة 2007 عندما تم إيقاف قانون تعيين مركزي لهم إلى هذا الوقت. فبدت إحراق حملة الشهادات العليا وصل إلى هذا إحنا بسنة 2021 ونتيجة لضغطهم واعتصامهم. المعلومة اللي أملكها أنه 50% منكم تعينوا. إحنا لو نحكي بصراحة لو ما نحكي. المعلومة هاي اعتصموا حملة الشهادات العليا أصدقائنا اللي قبلنا اعتصموا ب 2019 السيد عادل عبد المهدي ومجلس الوزراء قر قانون 373 تعيين حملة الشهادات العليا خارج ضوابط التعيين. زين. فكانت قائمتهم 1344 شخص. القانون كان عام مشوا المعتصمين. الأحزاب استخدمته للقانون هذا وعينوا جمهورهم. الشخص اللي طلع وتكلم بالتلفزيون وبعض البرلمانيين اللي تكلموا تعينوا جمهور الأحزاب فقط. أما اللي ما عنده حزب وما عنده واسطة ما تعين. أما تعينات بفلوس أما عن تعينات عن طريق الأحزاب صارت تعينات الشهادات العليا بفلوس؟ يعني شلون يتعين الواحد؟ يعني هسه بالعراق شلون يتعين؟ انا بدي اسالك سؤال والسيد الاستاذ كل القاعدين. لا عندك تهمه جزافه لو عندك دليل. لا اكيد انا عندي دليل. تعينوا على الدفاع وعدى 10 ملايين وعلى الكهرباء. نحكي على العليا على العليا يعني تعينوا عن طريق الاحزاب اكثر شيء. قلت لك استخدموا هذا القانون والتعيين بالعراق معروف. اما عندك حزب اما تدفع فلوس. يعني مو فشي مغلوط او فشي مو صحيح. تمام. فنتيجة لضغط حملة الشهادات العليا باعتصامهم أمام وزارة التعليم العالي وأمام مكتب رئيس الوزراء اعتصامين أمام وزارة التعليم العالي أمام مكتب رئيس الوزراء بالعلاوي صارت أكو التفاتة من البرلمان باستثناء حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل قانون 67 والمهن الصحية. هذا الاستثناء اللي إجانا حقيقة نحن عندنا قانون تشغيل حملة الشهادات العليا. هذا القانون تم تشريعه بسنة 2019 لكن المشكلة إلى حد الآن ما قاعد يتطبق. إحنا عندنا مشكلة بهذا البلد. القوانين تشرع وتنشمر بالزبل. خلني أحكي بصراحة. يا قانون. يعني قانون تشغيل حمل الشهادات العليا. القوانين اللي ما بيها فائدة للمسؤول وللأحزاب بتمشي. أما القوانين. اللي أنا أتمنى عليك إنه نحكي بأشياء محددة. محددة. يعني مو أشياء عامة أو مرسلة. قانون تشغيل حمل الشهادات العليا من 2017 إلى حد الآن ما تم تطبيقه. ينص هذا القانون على إنه 15% من درجات الحذف والاستحداث بكل الوزارات تخصص لحمل الشهادات العليا. من 2017 إلى حد الآن ما مشى هذا القانون ولا تعين واحد بهذا القانون اللي تعينوا عن طريق قرار عادل عبد المهدي نتيجة المظاهرات وكانوا هم حمل الشهادات العليا ثورة تشرين. أنا سؤالي للسيد محمود التميمي رئيس مجلس الخدمة الاتحادي. الفقرة أنت شفتها يمكن بالموازنة المادة 12 الفقرة ثانيا هي منع التعيينات بالوزارات والدوائر غيرها وغيرها وغيرها باستثناء الدوائر الخدمية. واستثناء آخر للمهن الصحية وللأوائل الحمل الشهادات العليا. احنا نريد نعرف الآلية اللي راح تعيننا بها الدولة بعد تقريبا حاليا موجود تقريبا بحدود 200,000 درجة وظيفية. حصة حمل الشهادات العليا تقريبا تطلع 17-18,000 درجة وظيفية. نريد نعرف منك الآلية شلون راح يتم تطبيق هذا القانون الاستثناء شنو حقيقة. مرات القانون الشخص اللي يطبقه يحتاج. أنت سألت لأنه تمام أنا أعطيتك وقت كل شيء بس هذا التوضيح. يكون أن تكون عدة إنسانية ويكون عدة ضمير حتى يطبق هذا القانون. أنا مو أقول أنا أطبق هذا القانون. طلع السيد هيثم الجبوري يقول تطبيق القانون تعين حمل الشهادات العليا فقط على الوزارات الخدمية والدوائر الخدمية. إحنا عندنا كافة الاختصاصات يتعينون على مختلف الوزارات على التعليم على التربية على الصحة على الوزارات الخدمية. فإحنا نريد إنصاف حمل الشهادات العليا ونريد شغلة أخرى أن ما يكون مجلس الخدمة الاتحادي ورقة انتخابية بيد الأحزاب.
مو يعني ضد السيد اني محمود تميم ولا ضد الاحزاب. لا مو ضد، لا الاحزاب مستخدمه يعني نحن نحكي بصراحه، اذا ما يكون كلام بصراحه ما تنحل المشاكل. الاحزاب مستخدمه الدرجات الوظيفيه من السقوط الى حد الان دعايات انتخابيه. اوكي خليني اسالك، انت ما تعتقد ان الان من صار هذا المجلس انتهت هاي القصه؟ والله نتامل خير. أنا خريج 2006 بكالوريوس أيه. إلى حد الآن ما متعين. ماجستير 2015 إلى حد الآن ما متعين. هنا أنا بصفي ماجستير 2016 إلى حد الآن ما متعين.